مزيد أيضا من المتابعة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من رام الله سيد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح. سيد عبد الفتاح، بعد التحية، يعني كيف تتابع هذه التطورات وتقرأ هذا الموقف، يعني الذي ربما فيه تحرك كبير وتطور كبير في الفترة الأخيرة بعد جهود حثيثة من كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار؟ التحية لك سيدتي للمشاهدين الكرام. نعم، وكلمة حق، هذه ثمرة جهد مصري كبير وكذلك جهد قطري، عملوا بكل ما يستطيعون من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني ويوقف شلال الدم النازف على مدار 7 أشهر. لطالما كانت مصر حريصة منذ اليوم الأول للعدوان أن توقف هذا العدوان عن شعبنا الفلسطيني، ولم تتوقف لحظة عن الوصول إلى هكذا اتفاق يجنب شعبنا هذا العدوان ويجنب الهجوم الذي يصر عليه نتنياهو ومجلس حربه على رفح، والذي ينذر بكارثة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك جاءت استجابة حركة حماس يعني بما يعبر عن موقف إيجابي وسليم تجاه الاستجابة لهذا المقترح المصري، وهو في ذات الإطار الذي عملنا عليه في القيادة الفلسطينية، في حركة فتح، في السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار كل تلك الأشهر مع الأشقاء العرب وتحديدا مصر الشقيقة من أجل الوصول إلى وقف هذا العدوان عن شعبنا، وبالتالي هذا سيفتح الآفاق إلى مسار سياسي حقيقي ينهي احتلال قطاع غزة وينهي احتلال كل الأرض الفلسطينية ويفتح مسارا سياسيا يوصلنا إلى الدولة الفلسطينية ويمكننا من إعادة الإعمار والحياة إلى قطاع غزة، ويمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارسة دورها ومسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة حتى نعيد الحياة إلى ما تبقى من القطاع. وبالتالي هذا الموقف كان ثمرة حقيقية لنضال سياسي دبلوماسي طويل خضناه مع الأشقاء المصريين والقطريين، ونتمنى أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت جزءا من هذا الاتفاق في فرض إرادتها على نتنياهو وفرض هذا الاتفاق وإلزام نتنياهو بالتقيد بكل ما جاء في هذا الاتفاق، على خاصة أن نتنياهو كان يسعى جاهدا أن يدفع حماس باتجاه رفض هذا المقترح حتى يحلل نفسه من أي ضغوطات أمريكية، لكن جاء الاتفاق، جاءت الموافقة الإيجابية من حركة حماس، والآن الكرة في الملعب الإسرائيلي والأمريكي تحديدا التي هي جزء من هذا الاتفاق حتى تفرض على نتنياهو وتفرض على نتنياهو أن لا يواصل عدوانه على شعبنا وأن لا يقوم بالهجوم على رفح. يكفي هذه الأشهر 7 من الدماء النازفة لشعبنا الفلسطيني، وآن الأوان لأن يتوقف هذا العدوان وأن يعود أن تعود الحياة إلى قطاع غزة وأن ينعم شعبنا الفلسطيني بحياة عادية في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان من هذا الوطن المحتل. الآن نحن نعول على الأشقاء المصريين والقطريين وعلى الضغط الأمريكي في إعمال هذا الاتفاق حتى ندخل في مرحلة ينتهي فيها العدوان ويقف ويتوقف فيها النار عن شعبنا الفلسطيني. نعم سيد عبد الفتاح، لكن يبدو أن إسرائيل تصر بالفعل على تنفيذ هذا التهديد، فلدينا مشاهد أولية بالفعل لقصف إسرائيلي لرفح الفلسطينية. هنا يجب أن يكون اليوم الموقف الأمريكي، عليها أن تبدي جدية كبيرة في إلزام نتنياهو بوقف هذا الهجوم وفي التقيد في هذا الاتفاق. الاتفاق يعني كانوا يتوقعون أن ترفضه حماس، لكنها لم ترفض هذا الاتفاق، وبالتالي هذه المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها حركة حماس يجب أن تلزم الاحتلال أيضا بالالتزام بهذا الاتفاق. نحن ندرك تماما أن نتنياهو لا يريد هذا الاتفاق أبدا، نتنياهو محكوم بائتلاف من المتطرفين ابتزوه وهددوه بإسقاطه من الحكم وبحل هذا الائتلاف، وهذا معناه أن نتنياهو سينتهي
عمله وعمره السياسي في دولة الاحتلال، ولذلك هو يغامر بكل شيء ويضحي بكل شيء على حساب الدم الفلسطيني حتى يظل. نعم سيد أبو فتاح، ماذا عن ضغط المجتمع الإسرائيلي، الداخل الإسرائيلي، ماذا عن ضغطه على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومجلس الحرب؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون لها تأثير، وخاصة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح وقف الإطلاق النار؟ نتنياهو يتعرض لضغط من اتجاهين، من الشارع الإسرائيلي وتحديدا عوائل الأسرى لدى المقاومة. هم قالوا اليوم بشكل واضح حماس وافقت، وعلى نتنياهو أن يوافق على هذا الاتفاق وإلا سنحرق إسرائيل، يعني سيقومون بخطوات احتجاجية تصعيدية ضد نتنياهو إن لم يوافق على هذا الاتفاق. الضغط الآخر هو من سموتريتش وابن كفير، ائتلاف المتطرفين الذين ابتزوه وهددوه هم الآخرون صراحة بأنهم سيحلون هذا الاتفاق، وبالتالي سيسقط نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال. ربما نتنياهو يغامر بموقف عوائل الأسرى على أن يبقى في الحكم، وبالتالي بقاؤه في الحكم يعني استمرار العدوان على شعبنا ويعني الدخول والهجوم على رفح. هنا يأتي الدور الأمريكي، أمريكا قادرة على إجبار نتنياهو، هي كانت على هذا الاتفاق، وبالتالي عليها هي أن تلتزم وأن تلزم نتنياهو رغما عنه، وأمريكا قادرة على إلزام نتنياهو، عليها أن تقوم بذلك قبل أن يوسع من هجومه على رفح، والذي بدأ فعليا هذا اليوم وفي هذه اللحظات هناك هجوم وقصف واستهداف لرفح. نعم سيد عبد الفتاح، يعني برأيك كيف يمكن أن يغير هذا التطور يعني الحالي، وهو القصف ومشاهد القصف التي تابعناها منذ قليل لرفح الفلسطينية، كيف يمكن أن يغير من يعني التطور الإيجابي الذي حدث منذ ساعات، وهو موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار وهذا الاتفاق والتفاوض مع إسرائيل؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يغير ذلك في الموقف برأيك؟ يعني هو حاول أن يدفع حماس لأن ترفض الاتفاق من خلال التلويح بالهجوم على رفح، واليوم حاول أيضا أن يضغط بشكل أكبر عندما بدأ بالهجوم بشكل جزئي، فاجأه موقف حماس فبدأ بهذا الهجوم، لربما يريد أن يجر حماس إلى الرد وبالتالي ينسف هذا الاتفاق. حماس تعاملت بمسؤولية، وبالتالي يجب وأعود وأقول أنه يجب على أمريكا الآن أن تتدخل فورا لإلزام نتنياهو بوقف هذا الهجوم والتقيد في الاتفاق. لا يجب أن يعطوا نتنياهو مساحة حتى يرد على هذا الاتفاق، وخلال يومين أو ثلاث يكون قد اجتاح جزءا كبيرا من قطاع غزة واضطر المقاومة الفلسطينية إلى الرد عليه، ويقول ها هي المقاومة تقوم بالقصف والرد، وبالتالي نحن في حل من هذا الاتفاق وعلينا أن نواجه حماس التي تقوم بأعمال ضد إسرائيل. نتنياهو يعمل حتى اللحظة الأخيرة على نسف هذا الاتفاق، ويجب على أمريكا ألا تمنحه هذه الفرصة. أقول مرة أخرى، أمريكا قادرة الآن على أن تأخذ قرارا يلزم نتنياهو بأن يوقف هذا الهجوم وأن يتقيد بهذا الالتزام، وإلا فإن أمريكا ستفشل من جديد ويظهر أن موقفها ليس جديا، وستدفع الإدارة الأمريكية والحزب الديمقراطي ثمنا كبيرا إن لم يلزموا نتنياهو بهذا الاتفاق. هم جاءوا إلى هذا الاتفاق لأنهم يدركون موقفهم في خطر حقيقي في الانتخابات، وسيخرجون من البيت الأبيض إن لم يقوموا بأي فعل يوقف العدوان عن شعبنا الفلسطيني، وهذه فرصتهم الأخيرة إن أرادوا أن يظلوا في الحكم وأن لا يرفضهم المجتمع الأمريكي الذي يخرج طلابه في احتجاجات متواصلة في كل الجامعات الأمريكية تهدد وجودهم في البيت الأبيض. عليهم أن يتحركوا فورا، وإلا فسينسف نتنياهو هذا الاتفاق. لا يجب أن يعطوه هذا الأمر ولا هذه المساحة حتى يستمر في عدوانه على شعبنا الفلسطيني. نعم سيد عبد الفتاح، وافقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس على مقترح لوقف إطلاق النار يتضمن يعني من خلال ثلاث مراحل، وهو عبارة عن صيغة تشمل ربما ثلاث أمور رئيسية: وقف لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وأيضا عودة النازحين. يعني كيف ترى هذه الأمور، وكيف سيتم التفاوض فيها مع الجانب الإسرائيلي، وفي حال التفاوض يعني إلى أي شيء ربما يفضي هذا التفاوض؟
يعني نحن نعول على الموقف والحضور المصري والقطري على متابعة تنفيذ كل بنود هذا الاتفاق، وبالتالي مجرد الموافقة على هذا الاتفاق تكون ملزمة لكل الأطراف. هذا الاتفاق بالنسبة لنا فلسطينيا يشكل مرحلة للخلاص من هذا العدوان تماما والانسحاب الكامل من قطاع غزة، بدل مساعي نتنياهو لاحتلال القطاع، وهذه المساحة الزمنية ربما تكون كفيلة لانسحاب كامل من قطاع غزة وفتح مسار سياسي حقيقي يفضي إلى دولة فلسطينية ويعطي المساحة الكافية للحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لأن تمارس دورها ومسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع وإعادة الحياة إلى ما تبقى من قطاع غزة. هذا ما نعمل عليه فلسطينيا وهذا ما نريد أن نبني به على هذا الاتفاق حتى ننتهي تماما من هذا العدوان ومن وجودهم تماما في قطاع غزة، وهو ما تعمل عليه مصر. ومصر كانت حريصة وكانت تدرك تماما أن عدم الوصول إلى هكذا اتفاق في هذه المرحلة يعني هجوم على رفح، والهجوم على رفح يعني كارثة دموية ستكون الأبشع في تاريخ الإنسانية. ولذلك نعول ونثق بالموقف المصري والجهد المصري والقطري أنهم ماضون في تنفيذ هذا الاتفاق وصولا إلى مسار سياسي يأخذنا ويقودنا إلى دولة فلسطينية بات كل العالم مقتنع فيها تماما أنها الحل الوحيد للاستقرار والأمن في المنطقة وللأمن والسلم العالميين. وإن لم نصل إلى ذلك ونعطي المجال لنتنياهو، نتنياهو سيوسع عدوانه لأنه أصلا ضد فكرة إقامة الدولة الفلسطينية ويسعى بكل جهد لتدمير حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. تعويلنا على مصر والأشقاء العرب في أن يشكلوا حماية حقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق ولإيصالنا إلى بر الأمان وإلى الدولة الفلسطينية. نعم سيد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، كنت معنا على الهواء مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك.